الاخوان والاخوات، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا الموضوع ديال الطراز ديال الباسبور، حيت بزاف ديال الاخوان والاخوات كيتسناو في الطراز ديال الباسبور وكيتسناو في المعلومه، ولكن ما كاينش اللي كيعطيهم المعلومه. كاين الاخوان اللي غير كياخذ الباسبور ديالو ما كيبقى يقول والو. اليوم الاخوان ان شاء الله حنا غنتعاونوا مع بعضياتنا وغنقلبوا لبعضياتنا وغادي نعرفوا الا كان خارجك الباسبور غادي نقولوا لك ان شاء الله. كنتمنى من بزاف ديالنا تكونوا عارفين كيفاش يقلبوا ويدخلوا معنا الجروب اللي غادي نديروا ان شاء الله، وغادي نتعاونوا مع بعضياتنا ونقلبوا لبعضياتنا على الناس اللي ما عارفينش كيفاش يقلبوا. كاين بزاف ديال الناس كيجيو كيقول لك انا ما عرفتش كيفاش نقلب، راه كندير السميه ما كيعطينيش، كندير الكنيه ما كيعطينيش. ان شاء الله غادي نتعاونوا مع بعضياتنا وغادي نقلبوا لبعضياتنا، واللي خرج ان شاء الله الباسبور غادي نقولوها ليه، وغادي ان شاء الله كلشي يكون على ما يرام. ما عليكم الاخوان الا تفرجوا الفيديو حتى الاخر وبارطاجوا الفيديو مع خوتكم وصحابكم مع اي واحد كيمر الامر هذا، باش ان شاء الله يستافد وتعمل فائده على جميع الاخوان والاخوات. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الظروف، وتحيه طيبه لاخواني المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الاخوان والاخوات، مبروك العواسر، والله يدخل لكم العواسر بالصحه والرزق والعافيه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نتطرق للاخوان والاخوات اللي عندهم فوزه، اللي كيتسناو في التراز وعندهم العماله ديال فوزه. اليوم الاخوان، اليوم راه تيراو شي ناس اللي كانت عندهم الكونترا تابع الفوزة، حيت الاخوان بزاف ديال الناس كيسولوا واش فوزة كيديريو راه عندها مشاكل. المهم الاخوان اليوم تيراو الناس اللي كانوا دافعين نهار 23 في شهر 12 فوزة. الاخوان العمل ديال الفوزة اليوم راه تيراو 23 في شهر 12. اللي عنده الاخوان شي باطرون مزيان وعنده هذاك السيكوسي على حقو طريو راه ضروري الاخوان غيتيريو، ضروري الاخوان غيصل الباسبور ديالهم مطبوعه في الفيزا. واللي عنده الاخوان زوير واللي عنده شي حاجه ماشي حدا ليه راه ضروري الاخوان كيدوز من التحقيق، وضروري الاخوان كيشوفوا الباترون ديالو، ضروري تيشوفوا بزاف ديال الحوايج عاد الاخوان ان شاء الله تعطيو الباسبور ديالو. بلا ما تخافوا الاخوان، اللي عنده الباترون ديالو والضابط شغلو راه ضروري غادي تيري وضروري غادي ياخذ الباسبور ديالو مطبوعه في الفيزا. واللي عنده الباترون ديالو ما يعني ندير شركه وهميه وما عندوش داك الشيء حتى لهيه ضروري الاخوان ما غادي يلقى بعض الصعوبات. كنتمنى يعطيو لجميع الناس وجميع الاخوان والاخوات، حيت بزاف ديال الناس كيعانيو. يلا الاخوان نبداو في الموضوع ديالنا. المهم الاخوان كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو ضروري خاصنا نتعاونوا مع الناس اللي ما عارفينش يقلبوا ويشوفوا الباسبور ديالهم واش خارج ولا ما خارجش. هادو الناس اللي عندهم طراز ديال الباسبور اللي عاطي الوثائق ديالهم وكيتسناو في الطراز ديال الباسبور وبغاو يعرفوا واش الباسبور ديالهم خارج ولا مازال. كاين بزاف ديال الناس من شحال هذا وهما كيتسناو في الطراز ديال الباسبور. كاين الاخوان اللي في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6، وكاين الاخوان في شهر 8، وكاين الاخوان في شهر 9، وكاين شهر 10، بزاف ديال الناس. واحد السيدة البارح قلبت ليا كنلقى الباسبور ديالها خارج، الباسبور ديالها خارج وما ناس لي لا ميساج لا والو الاخوان، ما ناسلينش ليها الميساج. لهذا الاخوان اضطريت ندير هذا الفيديو، وبغيت الاخوان اللي عارفين يقلبوا للناس يتواصلوا معايا. غادي ندير ان شاء الله واحد الجروب باش نتعاونوا مع هاد الناس اللي ما عارفينش يقلبوا. هادشي الاخوان غير لله في سبيل، حنا ما غناخذوا لا فلوس لا والو على هاد التقلاب هذا اللي غادي نقلبوا الناس. حنا غير بغينا نتعاونوا مع بعضياتنا ونتعاونوا مع الناس اللي ما عارفينش يقلبوا، حيت الانسان كيبقى يسول انت عطيت الوثائق انت تيريتي الباسبور، ولكن كاين اللي غير كياخذ الباسبور ديالو ما كيبقاش يعمر الجروبات، ما كيبقاش يقول الناس المعلومه. حنا الاخوان بالدور ديالنا ان شاء الله غادي نقلبوا لكم وغادي نشوفوا لكم واش الباسبور ديالكم خارج ولا ما خارج. اللي كيعرف يقلب ما عليه الا يتواصل معايا ان شاء الله، غادي نديروا معايا ادمين في الجروب باش نقلبوا الناس اللي ما عارفينش. واللي عارف يقلب بوحدو الله يسهل عليه، واللي بغى يقلب بوحدو وما عارفش غادي نخلي ليه الرابط ديال الفيديو لتحت في صندوق الوصف باش ان شاء الله يدخل ويتعلم كيفاش يقلب وكيفاش يعرف الباسبور ديالو واش خارج ولا ما خارج. ومن هو يعرف يدخل معنا الجروب ويقلب الناس اخرين لله في سبيل. هادشي الاخوان راه غير الاجر، راه ما غادي ناخذوا عليه لا فلوس لا والو، هادشي غنديروا لله في سبيل، نقلبوا الناس ونشوفوا الناس اللي ما عارفينش يتواصلوا معنا ونقلبوا لهم ونشوفوا لهم الباسبور ديالهم اللي يكون خارج وهما ما عارفينش، حيت بزاف ديال الناس باقيين ما تيراوش، بزاف ديال الناس مازال ما تيراوش. واحد السيده انا كنقلب ليها كنلقى الباسبور ديالها راه خارج وما راسي لا ميساج لا والو. لهذا الاخوان اضطريت باش ندير هذا الفيديو هذا ونقول الناس يحاولوا يتواصلوا معنا، اللي ما عارفش اللي عارف الله يسهل عليه، اللي ما عارفش يحاول يتواصل معايا. غادي ان شاء الله في الجروب غادي نعرفوا مع بعضياتنا بزاف ديال الحوايج وغادي نكونوا ان شاء الله اخوه في هذا الجروب. وانا نخليكم اللينك ديالو في صندوق الوصف، دخلوا
بركوا على اللينك راه غادخلوا ان شاء الله، غادي ندخلكم وان شاء الله غادي نعرفوا بعضياتنا بزاف ديال الحوايج الاخوان. ودابا غادي ندربوا الاخوان والاخوات اللي طاحت لهم الكونترا من السيستم وكيسولوني في البلاصه ديال التعال اخويا رشيد، واش نقولوا للباترون يرسل لنا البيك ولا بلا ما نقولوها ليه، راه الكونترا طاحت لنا من السيستم. الاخوان هاد المسؤولين اللي كاينين في هاد الشركه او هاد الموظفين اللي كاينين في هاد الشركه اللي قالوا لنا في الكونترا راه كاتوفى من بعد 6 اشهر، راه شحال هذا كانوا كيقولوا لنا الكونترا ما كاتوفاش. الا تسجلتي وخديتي الرقم ديال التيكيت ديالك الكونترا ما كاتوفاش. هاد السيمانه اللي فاتت كيقولوا للناس لا راه الكونترا كاتوفى، ما عرفنا اشنو اللي نطيقوا، واش نطيقوا الكونترا ما كاتوفاش ولا نطيقوا هاد الهضره اللي قالوا لنا مؤخرا الكونترا طاحت من السيستم، راه الكونترا وفات وراه 1% الاخوان قالوا لهم الاحتمال ديال 1% هو اللي غادي يعطيوه الموعد. يعني الاخوان هاد الناس هادو كيكذبوا. ثم الاخوان ما تخليوش فيها، تواصلوا مع المشغل ديالكم او الباترون ديالكم او السمسار ديالكم اللي جاب لكم هذا الكونترا باش يعطيكم البيك باش ان شاء الله تدفعوه ويعطيكم الموعد. ما تخليوش فيها، حاولوا تواصلوا مع المشغل ديالكم باش يرسل لكم البيك باش ان شاء الله ديروا اللي عليكم، ديروا اللي عليكم حتى الاخر، حتى لما عطاوكم في ديك الساعه الله غالب غادي تهزوا ايديكم الله غالب. اما انتم دابا الاخوان قالوا لكم البيك طاحت من السيستم، حاول تواصل مع المشغل ديالكم او مع السيد اللي جاب لك هذا الكونترا باش يعطيك البيك باش ان شاء الله تاخذ الموعد ديالك. الناس ما خاصناش نثقوا فيهم، راه قبل الاخوان كيقولوا لنا راه الكونترا ما كاتوفاش، الكونترا الا خديت الرقم ديال التيكيت ديالك راه ما كاتوفاش، والكونسول حتى هو قال لك اودي الكونترا راه ما كاتوفاش ملي كتاخذ الرقم ديال التيكيت ديالك او ملي كتسجل الكونترا ما كاتوفاش، حيت المشكل عندنا حنايا ماشي عندكم نتوما، نتوما باغي الموعد ولكن حنايا اللي ما عندناش الموعد، حنا اللي ما عندناش الموعد باش نعطيوهم الناس الكونترا راه ما كاتوفاش. هاد السيمانه اللي فاتت كيهضروا معنا كيقولوا لهم لا الكونترا راه كاتوفى، الا طاحت من السيستم راه كاتوفى. ما عرفنا فين اللي غادي نطيقوا، واش نطيقوا الهضره اللي كانوا كيقولوا لنا الكونترا ما كاتوفاش ولا نطيقوا الهضره اللي قالوا لنا هاد السيمانه ديال الكونترا اللي طاحت من السيستم راه كاتوفى واحتمال ديال 1% اللي غادي ياخذ الموعد ديالو غادي يعني يعطي الوثائق ديالو كلشي غادي يكون على ما يرام. 1% الاخوان قالوا احتمال ديال 1%، حنا ما خاصناش نثقوا بهاد الناس. انتم ما عليكم الا تواصلوا مع المشغل ديالكم يعطيكم البيك ديو ليهم ووقفوا على شغلكم حتى لاخر لحظه. دابا القانون راه فات، دابا بقى غير الديكري دو فلوسي ديال 2025 ومازال الحال. انتم الاخوان ما عندكم ما خاسرين، ديروا المجهود اللي عليكم وديروا يعني الاخوان تقاتلوا حتى لاخر لحظه حتى تشوفوا شنو كاين، ماشي غير قالوا لكم لا راه الكونترا كاتوفى صافي. هذوك راه ما عندهم علاقه بهذاك الشيء، يقول لك الكونترا كاتوفى ويبغوا يفكوا عليهم يعني بنادم يبغوا يسيفطوا بنادم للدار ديالو في حالاته، راه قالوا لهم بحال هكا. ثم الاخوان حاولوا تجيبوا البيك، انا الاخوان كنأكد عليكم حاولوا تجيبوا البيك ديالكم وحاولوا تديروا لهم البيك اللي عندهم باش ان شاء الله يرسل لكم الموعد، باش يكون عندك البيك هذيك الساعه غادي نهضروا ان شاء الله، غادي نجتمعوا وغادي نهضروا على الحقوق ديالنا. قلتوا لنا الكونترا ما كاتوفاش، دابا كتقول لنا الكونترا طاحت من السيستم، جيبوا البيك، هل البيك هو زبناه؟ كيفاش الكونترا كاتوفى؟ يعني كتضحكوا علينا، فهمتوا الاخوان؟ لهذا كنقول لكم حاول ما تخليوش فيها حتى لاخر لحظه، حتى ديك الساعه اللي ما كانت مكتبه لك هاد ايطاليا، هذيك الساعه غتهزي لك، ما كاين حتى شي مشكل. المهم الاخوان اللي مازال ما مشتركش اشترك وعطيونا اللايكات ديالكم وكتبوا لنا شي تعليق يكون محفز باش ان شاء الله هذا الفيديو يتشاف ويشوفوا بزاف ديال الناس ويدخلوا بزاف ديال الناس معنا الجروب ويستافدوا وتعمل فائده على الجميع. وحتى لحد الاخوان خليتكم الراحه وحتى الفيديو جاي ان شاء الله والله ييسر لكم الامور.